قدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي القارة العجوز أو هدافي الدوريات الكبرى ب51 هدفا خلال موسمين رياضي، خلال الموسم 2018-2019، وجاء في القائمة ليونيل ميسي في المرتبة الأولى متبوعا بالفرنسي كيليان مبابي، ثم بعدهما جاء ليفاندوفسكي في محل كريستيانو رونالدو في المرتبة التاسعة. وقد سجل ليونيل ميسي معدلا قويا جدا، حيث كان معدله التهديفي بمعدل هدف كل 79 دقيقة، فيما غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو سجل هدفا في كل 130 دقيقة.